بيكم في يومنا الثاني في اجتماعنا الثالث من كامب ايرور 404. بنرحب بكل الناس اللي معانا على الكرمة وصفحة تي سي ايجيبت. ودلوقتي هنتفرج على فيديو هنشوف فيه ايه اللي حصل امبارح. اهلا بيكم، واحنا بنبتدي اول اجتماع لينا في اول يوم في الكامب ايرور 404. Life with Jesus is the only true life. الحياة مع يسوع هي الحياة الوحيدة الحقيقية. الخليقة مستنية مني اصنع سلام، الخليقة منتظراني اقدم السماء على الارض. شوفوا يا ناس يسوع التاج خلاص كان شبع مفتوح الراس. البداية ان يكون عندي هوية مستقرة، عارف انا مين كويس قوي في عينين ربنا. احنا الجيل اللي انت اخترته وبروحك انت اقمته عشان يصنع تاريخ. في ناس مننا وعدد كبير راسم صورة نفسه يكونها. على فكرة ربنا عايز صورة أفضل من اللي انت حاططها. دلوقتي خلونا نبدأ وقت التسبيح بتاعنا مع ساندي وجويس. تعالوا نقف واحنا بنقول الكلمات دي ندعوك ملكا ندعوك أسدا. I'm not afraid.
نسبح الوقت الجاي بكل حاجة فينا. Thank you.
ترنيمة يهوى رفا. كان جوايا قوي كده النهاردة نعلن الأسماء اللي في الترنيمة دي، دي أسماء الله. يهوى رفا، الرب إيه؟ شافي. الرب شافي، والرب سيد، والرب قدير، والرب يرى ويدبر. دي المعاني بتاعت الكلمات اللي في الترنيمة، أسماء الله. يهوى رفا، الرب الشافي، الشضاي قدير، يرى، الرب يرى ويدبر. مش بس يرى، هو بيشوف وبيرجع يعمل الحاجة بعد ما بيشوف، مش بيشوف وبيمشي ويسيبنا. تعالوا وإحنا بنصلي الكلمات دي، تعالوا نعلن إن هو الملك ده، هو الملك ده، هو الشافي، هو اللي بيشوف كل التفاصيل، هو اللي بيرى، هو اللي بيدبر، هو السيد أدوناي، هو كمان الإله القدير. تعالوا نقف وإحنا بنصلي الكلمات دي وبنعلن إنه ده اسم يسوع، اسم يسوع اللي كلنا جايين نعبده دلوقتي. يستعلن، احنا الآية اللي كنا شفناها أول يوم اللي هي آية المؤتمر، يستعلن إنه العالم، الخليقة كلها يتوقع استعلان أولاد الله. فلما جيت أقراها بترجمة مختلفة كان بيقول فأن الخليقة كلها تنتظر بفارغ الصبر أن يعلن الله أبنائه. وبعد كده لما جيت أفكر فيها حسيت إنه في حتة قبل ما يعلن الله أبنائه في ستاب احنا مفروض ناخدها. وبرضو في التنيمة اللي احنا كنا بنقولها من شوية انه الروح يتحرك بحرية، جوايا قوي ان الوقت الجاي ده نكون بندي وقت فعلا للروح انه يتحرك بحرية جوانا، واللي هيكون بيتبني عليه انه يستعلن فينا ونكون باينين قوي
مجد أولاد الله يكون باين فينا. تحبوا نقولها تاني؟ تعالوا نقولها مع بعض. Thank you.
جويس انه الخليقة تنتظر بفارغ الصبر. استعلان مين؟ اولاد الله. مين اولاد الله؟ احنا، صح؟ عشان كده احنا لينا حرية، لينا حرية مجد اولاد الله. تعالوا نقول الكلمات دي واحنا مصدقين قوي انه الله ادانا حرية. انا اللي بقرر استخدم الحرية دي ولا لا، انا اللي بقرر افضل في القيود بتاعتي ولا انطلق بحرية مجد اولاد الله. بنعلي الجنانة، هو ادانا الحرية واحنا عايزين نرنم ونسبح ليه.
إزايكم؟ يستحق تحية جامدة يعني على إزايكم دي صح ولا إيه؟ Some of my friends they've been helping me practice my Arabic. في بعض من أصدقائي هنا قاعدين بيحاولوا يساعدوني إن أنا أتدرب على العربي بتاعي. Is it okay if I practice with you today? فهتدرب معاكوا شوية كده أجرب معاكوا تمام ولا إيه؟ Yeah? Okay. أنا اسمي إيلاي هماية. Huh? Good. فهمت هو قال إيه؟ أنا اسمي إيلاي. أنا مصري. Oh. أنا مصري. إيه يا جماعة؟ شوية حماس. بابا مصري. جدو شبراوي. Oh, take care, take care.
I'm so excited to be with you this morning. متحمس قوي قوي ان انا اكون معاكم النهارده. And I really believe that God wants to speak to you. وانا مصدق قوي ان الله عايز يكلم كل حد فينا. And so if you'll just lock in, tune in with me for the next 10 minutes. فانا عايزكم بس تركزوا معايا وتحاولوا كده تبذلوا اقصى جهد عنكم تركزوا معايا لمده 10 دقائق. And open your heart to what God has for you. وافتحوا قلبكم كده واستقبلوا اللي ربنا عنده ليكم النهارده. I believe that he will speak. انا مصدق قوي ان هو عايز يتكلم لكل شخص موجود النهارده. Would you pray with me? خلينا نصلي مع بعض. Heavenly Father. يا ابونا السماوي. We pray that you would speak to us. يا رب اتكلمنا النهارده. Would you move in this place this morning? يا رب اتحرك بحريتك في المكان النهارده. Holy Spirit, we need you. يا روح الله احنا محتاجينك. We rely on you. احنا بنعتمد كل الاعتماد عليك. We are listening. واحنا بنسمعك. And we are ready for you to speak. واحنا مستنيين ومنتظرين ان انت تكلمنا النهارده. In Jesus name I pray. بنصلي في اسم يسوع. Amen. امين. So this whole trip and this whole camp we've been talking about what your identity is. فاحنا في الوقت ده كله المؤتمر ده كله الكامب ده كله بنتكلم عن احنا هويتنا مين احنا مين. We've been talking about who you are. نتكلم عن احنا مين كل حد فينا مين. And the good news is God's word has a lot to say about who you are. والحاجه الحلوه والخبر الحلو ان كلمه الله مليانه بحاجات كتير بتعلمنا عن احنا مين. This morning we're going to be looking at what it means to be a child of God. النهارده اللي هنسمع عنه اكتر انه معناها ايه احنا عايزين نقول انا ابن الله يعني ايه انا ابن الله. And we're going to talk about why that matters for us. وهنتكلم عن اهميه ده يعني ايه الموضوع مهم ليه ان انا اكون ابن الله. Why it matters for you and for me. ليه الموضوع مهم قوي ليك وليا. We're going to be reading in Galatians 4. هنقرا جزء من الكتاب المقدس في غلاطيا اصحاح 4. And starting in verse 4, this is what it says. وهنبتدي في عدد 4 بيقول كده. But when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law so he could adopt us as his very own children. ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. And because we are his children, God has sent the spirit of his son into our hearts, prompting us to call out, Abba Father. ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب. Now you are no longer a slave but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. So what does this mean for us today? فده معناه إيه لينا النهاردة الكلام ده. Because chances are you have heard that you are God's child. عشان أغلبنا تقريبا سمعنا قبل كده إن أنا ابن الله. But how does that apply in your life? لكن ده معناه ايه او ينطبق عليا في حياتي ازاي. Today I want to give you three practical things. النهارده انا عايز اديكوا ثلاث حاجات عمليه. In fact I want to give you three things you have access to as a child of God. ثلاث حاجات كاننا اتيحت لينا الفرصه بما اننا اولاد الله ان احنا ناخدها. The first thing is this. اول حاجه هي دي. As God's child you have access to intimacy with the Father. بما اننا اولاد الله فاحنا اتيحت لينا الفرصه ان يكون عندنا علاقه حميميه مع الاب. Verse 6 said this. في عدد 6 بيقول كده. And because we are his children, God has sent the spirit of his son into our hearts, prompting us to call out, Abba Father. ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب. بالانجلش بتترجم احلى بتقول ادانا الفرصه ان احنا نعرف نقول ونصرخ مع بعض يا ابا الاب. You see when Jesus died on the cross for you and for me. لما يسوع مات على الصليب ليك وليا. He created a way for you to be able to go directly to the Father. ادانا فرصه ان انا ابقى اتيحت لي المسافه ان انا اروح للاب على طول. You see before Jesus we couldn't.
قبل يسوع ما يجي على الأرض ما كانش عندنا الفرصة دي. But Jesus cut out the need for the middleman. لكن يسوع بوجوده على الأرض وموته ما بقاش محتاج إن أنا يبقى في شخص في النص يوصلني بالآب. So now we have good news. فده الخبر السار. Everyone say good news. كلنا نقول خبر سار. We have good, good news. عندنا خبر حلو قوي. We are able to go directly to the Father. احنا عندنا الفرصة إننا احنا نروح للآب على طول. Hebrews 4:16 says it like this. في عبرانيين 14 بيقول كده. So let us come. عبرانيين 4. Boldly. فلنتقدم بثقة. Everyone say boldly. نقول كلنا مع بعض بثقة. To the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we need it most. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. Why can we approach the throne of God with boldness? ليه نقدر يبقى عندنا الثقة دي واحنا رايحين عند عرش الآب؟ Because a child can have intimacy with their father. عشان الابن من حقه انه يبقى عنده علاقة مقربة علاقة حميمية مع بابا صح؟ That is the good news for you. فده الخبر السار اللي لينا النهاردة. Is that you have a father who longs to have intimacy with you. عندنا اب نفسه قوي ان هو يبقى عنده علاقة حميمية معك. Who cared so much that he sent his son to die for you to make a way for that to happen. بيحبك قوي لدرجة ان هو بذل ابنه عشان يقرب المسافة دي. Your heavenly father longs to have a relationship with you. ابوك السماوي بكل حاجة فيه نفسه يبقى عنده علاقة مقربة معك. He desires for you to call him father and him to call you child. هو اشواقه ان انت تصرخ له يا ابا الاب وان انت تبقى شايف نفسك ابنه. The second thing you have access to. الحاجه الثانيه اللي اتيحت لينا. As God's child, you have access to an inheritance. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا ورث كابن اولاد لله. Verse 7 says this. في عدد 7 بيقول كده. Now you are no longer a slave but God's own child. And since you are his child, God has made you his heir. في غلطي 4:7 اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. As a child of God, this means that you have an inheritance. كابن لله انت ليك ميراث. You have something waiting for you. في حاجه مستنياك تاخدها. But you also have something available to you right now. وحاجه متاحه ليك النهارده ودلوقتي. You see, your inheritance is both on heaven and here on earth. الميراث بتاعنا في حتتين في السماء وهنا على الأرض. In heaven, it's eternal life with your heavenly father. في السماء هي الحياة الأبدية مع أبونا السماوي. Here on earth, it's access to forgiveness. وهنا على الأرض هي أتيحت لنا الفرصة إن يبقى لنا غفران. We sang a song about this yesterday. رنمنا ترنيم على الموضوع ده امبارح. Where Jesus said, "Come to me, all who are weary, and I will give you rest." يسوع بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا هديكم راحة. Jesus says, "Would you come to me and give me all of your anxiety and all of your burdens?" يسوع بيقول لما تيجي وتديني كل الأتعاب بتاعتك كل الصراعات بتاعتك. And I will be the one to take care of you. أنا عايز أشيلها لك عايز أشيلها معاك. He offers you forgiveness. هو بيديك الفرصة يبقى ليك غفران. And it's available to you right now. وده متاح ليك دلوقتي. Which brings me to my next point. ودي النقطة اللي بعد كده هتخدنا ليها. The third thing you have access to. الحاجة الثالثة المتاحة لينا. As God's child, you have access to freedom. كأولاد الله احنا لينا اتيحت لينا الحرية. You see, there's a difference between forgiveness and freedom. في فرق كبير قوي بين الغفران والحرية. Because you can be forgiven but not free. عشان ممكن اعيش وعارف ان انا اتغفر لي لكن مش عايش في حريه. You can know the truth that Jesus Christ died on a cross for you and know that he has forgiven you. ممكن ابقى عارف الحق ان يسوع اتولد ومات عشاني على الصليب وغفر لي خطاياي. But still be in bondage. لكن لسه عايش تحت المقيد. Chances are some of you in here feel that today. وأعتقد في مننا أكيد هنا حاسس بده النهاردة. But can I tell you
that Jesus was so concerned about your freedom, he died for you. لكن يسوع كان همه قوي حريتك عشان كده مات عشانك. Not just so that you could be forgiven, but so that you could be free. مش بس عشان تغفر لك الخطايا بتاعتك لكن عشان كمان تنال الحرية. Can I tell you, you can have true freedom. انت ممكن يبقى عندك حرية حقيقية. Everyone say freedom. كلنا نقول حرية. You can have freedom from sin. حرية من الخطية. Freedom from addiction. حرية من الإدمانات. Freedom from the law. حرية من الناموس. Freedom from death. حرية من الموت. And freedom from whatever it is holding you down in bondage. وحرية من أي حاجة مسكاني ومقيداني. Jesus Christ died on the cross so you could be free. يسوع مات على الصليب عشان يدينا حرية. But the only way to be free. لكن الطريقة الوحيدة إن إحنا ناخد الحرية دي. Is by being a child of God. إن أنا أمسد إن أنا ابن الله. Yesterday, Pastor Wyatt talked about how God is a loving God. امبارح Pastor Wyatt كلمنا وكلمنا عن قد إيه إن الله هو الله محب. And can I tell you today that that is true? والنهاردة أقدر أكد لكم إنه فعلاً الله محب. But God is also a just God. لكن الله كمان عادل. And we see both his justice and his love displayed on the cross. وبنشوف العدل بتاعه والحب بتاعه على الصليب. You see, God loved you so much that he sent his son to die for you. يسوع حبك قوي قوي او الله حبك قوي قوي لدرجة انه بذل ابنه يموت عشانك على الصليب. But a payment had to be made for your and my sin. لكن كان في دفع كان في مديونية لازم تدفع ليك وليا عشان خطايانا. And Jesus took on our sin so that we could become the children of God. ويسوع شال الخطية بتاعتنا على الصليب عشان احنا نقدر نقول على نفسنا اولاد لله. You see, God loved you so much that he wanted to restore your access to him. الله حبك قوي قوي لدرجة ان هو كان عايز يعيد الطريق ده بينك وبين الاب. When humanity first sinned, we lost our access to our heavenly father. لما الخطية دخلت العالم في الأول خالص احنا فقدنا الطريق ده بيننا وبين الآب. And Jesus Christ came so that he could restore it to you. ولما يسوع جه على الأرض واخد خطايانا اتيحت لينا الفرصة والطريق اتفتح لنا تاني للآب. A payment had to be made for sin. كان في ثمن لازم يدفع عشان خطيتنا. And Jesus took that on. ويسوع دفع الثمن ده. God's love and God's justice were both on display on the cross. العدل بتاع الله ومحبة الله شفناهم بصورة كاملة على الصليب. Why did Jesus have to die on the cross? ليه يسوع كان لازم يموت على الصليب؟ Because God cannot tolerate sin. عشان الله لا يطيق الخطية. In fact, God cannot even look at sin. الله ما يقدرش حتى يبص على الخطية. When Jesus Christ died on the cross, he became our sin. لما يسوع مات على الصليب بقى هو الخطية بتاعتنا. Every mistake that you have ever made, past, present, and future, he became it. كل خطية انت هتعملها في الماضي، المستقبل، والحاضر هو بقى الخطية دي. And in that moment that Jesus died, وفي اللحظة اللي يسوع مات أسلم نفسه. Right before it, he cried something out. هو قبل ما يموت على طول صرخ بالكلمات دي. My God, my God, why have you forsaken me? يا الله ليه نسيتني؟ And in that moment, God turned his back on Jesus. وكأنها في اللحظة دي كأن الآب لف ظهره عن يسوع. Do you know why he turned his back on Jesus? عارفين ليه كان في اللحظة دي كأنه الآب بيلف ظهره عن يسوع؟ So that he wouldn't have to turn his back on you. عشان ما يضطرش إن هو يلف ظهره عننا إحنا. He loves you and accepts you as you are. هو بيحبك وبيقبلك زي ما أنت. Jesus Christ took on our payment. يسوع المسيح أخد الخطية بتاعتنا. So that we can now be called the children of God. عشان تتيح لينا الفرصة النهاردة إن إحنا ندعى أولاد الله. And this is such good news for you and for me. وده أحلى خبر ممكن تسمعه أنت وأسمعه أنا. Because now we have access. عشان إحنا دلوقتي أتيحت لينا الفرصة إن إحنا نروح للآب.
But there's only one way to become a child of God. في طريق واحد بس يخلينا نوصل ونقول نحن أولاد الله. And it's through asking Jesus to be your personal Lord and Savior. وهي من خلالنا أطلب من يسوع إن هو يكون مخلصي الشخصي. There is only one way to regain your access. في طريق واحد بس اللي خلينا نعرف نوصل للآب. And can I tell you that no one can do it for you? وخليني أقول لكم ما ينفعش حد ياخد لكم القرار ده. Your parents' faith cannot do that for you. إيمان أهلكوا مش هو ده اللي هيخلصنا. Your friends' faith cannot do that for you. إيمان أصدقائنا مش هو ده اللي هيخلصنا. You see, God loved the whole world, and we see that in John 3:16. يسوع أحب العالم. الله أحب العالم. بنشوف ده في يوحنا 3:16. And in that, that means that He loved you. وفي ده معناها إن هو حبك أنت شخصيا. He wants a relationship with you. هو عايز علاقة شخصية معك. Not just your parents. مش مع أهلك بس. Not the person sitting to your left. أو مع الشخص اللي قاعد على يمينك أو شمالك. And not the person sitting to your right. ولا الشخص اللي قاعد على اليمين. He wants a relationship with you. هو عايز علاقة شخصية معك. And no one else can do that for you. ومحدش هيعرف ياخد القرار ده بالنيابة عنك. Each of us have to make that decision for ourselves. كل حد فينا ياخد لازم ياخد القرار ده عن نفسه. And chances are in this room. وأعتقد إنه في ناس هنا في الأوضة. There's someone that knows a lot about Jesus. في ناس كتير قوي مننا ممكن تكون عارفة كتير قوي عن يسوع. Your parents have taught you. أهلكوا علموكوا. You've grown up hearing about him. اتربيتوا في كنيسة فسمعين عن يسوع. But if I were to ask you the question, لكن لو أنا جيت وسألتك السؤال ده, do you personally know Jesus? هل أنت شخصيا تعرف يسوع؟ Not do you know about him? مش تعرف عنه. Do you know him? هل تعرفه هو شخصيا؟ And does he know you? وهل هو يعرفك؟ There's a really scary passage of scripture. في جزء كده في كتاب مقدس مخيف شوية. In Matthew 7. في متى 7. And Jesus is talking to a crowd. ويسوع كان بيتكلم مع جمع. And this is what he says. وقال لهم الكلام ده. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. But I will reply to them, depart from me, for I never knew you. فحينئذ أصرخ لهم إني لم أعرفكم قط. You see what Jesus shows us here. اللي يسوع بيوريه لنا في الآيات دي. Is that it's not about knowing about Jesus. الموضوع مش عن أنا عارف عن يسوع. It's not about knowing the Bible. مش معناها إن أنا أكون حافظ شوية آيات في الكتاب المقدس. It's not about going to a meeting like this. مش معناها عشان أنا حضرت اجتماع أو بحضر اجتماعات في كنائس أو مؤتمرات. It's all about a relationship. لكن الموضوع كله متعلق بعلاقة شخصية. That is why Jesus Christ died on the cross for you. عشان كده يسوع المسيح مات على الصليب عشانك. So that you could be a child of God. عشان تقدر تدعى ابن لله. And if I were to ask you the question today. ولو أنا جيت كده وسألتكوا السؤال ده النهاردة. Do you know Jesus? هل انتوا فعلا تعرفوا يسوع؟ Would your answer be yes or no? ولازم الجواب بتاعكم يكون يا يا لا. Because at the end of the day that's all that matters. عشان في اخر اليوم هو ده الحاجه الوحيده في الحياه المهمه. Would you bow your heads and close your eyes with me? خلينا كده نصلي ونغمض عينينا ونصلي مع بعض. I believe that someone in this room today knows a lot about Jesus. But when they look at their life,
لكن لو بصوا لحياتهم فعلا they would say I do not have a personal relationship with Jesus. هيشوفوا هيبصوا وهيحسوا لا انا ما عنديش علاقه شخصيه مع يسوع. But I would like to. لكن انا نفسي يبقى عندي علاقه شخصيه مع يسوع. Is there anyone in this room today? هل في حد موجود هنا النهارده؟ No one else looking around. كلنا مغمضين عينينا. That says I want to know what it means to have a personal relationship with Jesus. انا نفسي اعرف حد بيقول انا نفسي اعرف يعني ايه يبقى عندي علاقه شخصيه مع يسوع. If that's you today. لو ده انت النهارده. No one else looking around. محدش باصص علينا. Would you raise your hand? لو انت عايز تعرف مين هو يسوع يبقى عندك علاقه شخصيه معاه ارفع ايدك. You say I want to know what it means to have a personal relationship with Jesus. انا عايز اعرف يعني ايه يبقى عندي علاقه شخصيه مع يسوع ممكن ترفع ايدك. That if Jesus Christ died on the cross so I could have it, I want that. عايز اعرف يعني ايه يسوع المسيح مات على الصليب عشاني عشان يبقى عندي علاقه شخصيه معاه. I want to know what it feels like to know him as my father. عايز اعرف يعني ايه وادوق يعني ايه اعرفه كابويا. Can I tell you today that you can? انا اقدر اقول لكم انت النهارده متاح ليك الفرصه دي. You can know what it means to have a relationship with Jesus. انت النهارده ليك الفرصه تعرف يعني ايه يبقى عندك علاقه شخصيه مع يسوع. And the first thing that you got to do. واول حاجه محتاج تعملها is ask him. لازم تطلب منه. Ask him to come into your life. اطلب منه ان هو يدخل لحياتك. And so I'm going to lead you in a prayer. فانا هقودكوا لو انت دي صلاتك وانت دي احتياجك هقودكوا في صلاه. And there's nothing magical or special about this prayer. والصلاه دي مش حاجه سحريه. But if in your heart. لكن هي في قلبك. You say I want to know Jesus in a personal way. لكن انت في قلبك بتقول انا يا رب انا عايز اعرفك بشكل شخصي. Would you pray this prayer with me? صلي الصلاة دي معايا. Dear God. يا رب. I know that I have sinned. رب أنا عارف إن أنا كان عندي خطية. And fallen short of your glory. يا رب وأنا ما قدرتش أكون بعكس مجدك. But today I ask you. لكن يا رب أنا النهاردة بطلب منك. Jesus. يا يسوع. To forgive me. اغفر لي خطاياي. Of all of my sins. اغفر لي كل الخطايا بتاعتي. Jesus, would you come into my life? يسوع انا بطلبك تدخل لحياتي. To be my Lord. تكون السيد على قلبي. To be my Savior. تكون المخلص. To be my forgiver. تكون اللي بيديني الغفران. In the best way I know how. بأحسن طريقة ممكنة. I turn my back on my sin. يا رب عايز ادور ظهري عن الخطية وعن العالم. And I trust you alone. ومصدق يا رب فيك انت بس. To save me. مصدق ان الخلاص بتاعي فيك وحدك. I want to know you like a friend. يا رب عايز اعرفك كصديق. I want to know you like a father. عايز اعرفك كأب. So would you come into my life? يا رب ادخل لحياتي. Today. النهارده. In Jesus' name I pray. في اسم يسوع بنصلي. Amen. Amen. Now, if that was you today, لو الشخص لو انت صليت الصلوة دي النهاردة, and you prayed that prayer, وصليت معانا الصلاة دي, and you meant it, ويسوع دخل في قلبك, you want to know Jesus as a father. انت عايز تعرف يسوع كأب. You want to know him as a friend. انت عايز تعرفه كصديق. Can I tell you your first step? اقول لك اول خطوة محتاج تاخدها. Tell someone else. قول لحد تاني شارك مع حد. Tell someone around you. شارك مع حد حواليك. We've got a lot of leaders here. عندنا قادة كتير قوي هنا. Who would love to talk with you? قادة كتير يحبوا يتكلموا معاك. And help you to know. عايزين يساعدوك تاخد أول خطوات. How you can walk that out. ازاي تعرف تعيش القرار اللي انت اخدته ده؟ Would you stand with me? ممكن نقف مع بعض؟ Let's pray. خلينا نصلي كلنا مع بعض. Father, we thank you. يا رب نشكرك. For your word. نشكرك على كلمتك. That is truth. الكلمة اللي مليانة حق. We thank you, Jesus. نشكرك يا يسوع. For taking our place. ان انت اخدت مكاننا.
on the cross. عالصليب. Thank you for speaking to us. رب أشكرك لأنك بتكلمنا. And thank you for saving us. أشكرك يا رب عشان أنت بتخلصنا. From the death that was ours. بتخلصنا من الموت اللي كان مفروض مكتوب لنا. Would you be with us as we worship? رب قدنا وإحنا بنسبحك في الوقت اللي جاي. In Jesus' name. في اسم يسوع. Amen. Amen. اسمعك تدعوني اصعد إلى هنا أمام عرشي أريد أن أتحدث معك فما إلى فمي وجها إلى وجهي اسمعك صلي الصلاة التقليدية دي تاني. يعني مش عايز أقول اللي عايز يدي حياته لربنا، ممكن تكون عملتها كتير. أنا عملتها في حياتي 30 40 50 مرة. كل ما يقول مين عايز يدي حياته لربنا، حاضر حاضر حاضر، برفع إيدي كتير. بس الحياة مع ربنا مش بس رفعة الإيد، الحياة مع ربنا علاقة، الحياة مع ربنا بقع وبقوم، الحياة مع ربنا أن أنا بتلخبط، الحياة مع ربنا فيها لخبطة. أنا مش هبقى ملاك، أنا هكمل أقع وأتلخبط. اللي أنا عايز أعمله في الوقت الجاي مش أنك تاخد قرار سريع وكأنك بتسلق بيض وتروح، عايزين ندخل حتة أعمق شوية. ومش حابب عدد كبير يكون بيعمل كده، الحتة اللي قدام دي صغيرة قوي. لو أنت عندك تحدي حقيقي، عندك خطية مش قادر تبطلها، ممكن
تكون رفعت ايدك كتير، مش عايزك ترفع ايدك كمان، عايزك تدخل حته اعمق مع حد هيجي يساعدك هنا، سواء مصري او امريكاني، وفي ناس هترجم له انك عندك تحدي. انا عايز اقرب من ربنا بس عندي المشكله دي، انا عايز اقرب من ربنا بس مش قادر ابطل العلاقه دي، انا عايز اكون ابن لربنا بس خطيه حلوه ومش عارف اعمل ايه. مين موافق ان الخطيه حلوه؟ انا برفع ايدي الاثنين، الخطيه حلوه بس يسوع احلى. والمعتقد اللي بيقول لك انه مش تعرف تعيش من غير خطيه دي كذبه، تعرف تعيش من غير خطيه بدليل ان في ناس وسطينا كتير وقاده كتير عايشين حياتهم مع يسوع ومش محتاجين الخطيه تاني. فاحنا بنرنم وبنصلي، احنا خلاص بعد ربع ساعه بالظبط هنختم. لو في ناس مننا عنده التحدي دوا ونفسه يكرس حياته من لربنا، مش بس ارفع ايدي واقول كلمتين، مش عايزين نعمل كده، لكن عندك احتياج حقيقي انك تدخل حته اعمق. ومعنى انك تدخل حته اعمق يعني هتاخد خمس خطوات زياده تيجي قدام، بقى هتيجي وتعالى حد هيصلي معاك، مش بس هيصلي معاك، هيحكي معاك وهيسمعك في خمس دقايق وهيطلب ربنا ليك وهيقول لك نصيحه من حياته او من الكتاب المقدس. واحنا بنصلي لو عايز تعمل كده، لو عايز تعملي كده تعالى قدام، بس ما تجيش منظر وما تجيش عشان تعمل حاجه سطحيه وما تجيش عشان تعمل حاجه عملتها قبل كده. مش لازم حد يجي على فكره، انا مش هتضايق لو ما حدش جه، بس لو عندك احتياج حقيقي عايز تدخل في حته اعمق مع ربنا وتقول له انا عايز اكون ابن ليك. والكلام اللي بيقولوا عنه دوا ان الخليقه تنتظر استعلان ابناء الله، انا عايزه بس مش قادر، انا عايزه بس خايف، انا عايزاه بس بقع كتير. تعالى قدام، تعالى قدام. وعلى حسب العدد اللي موجود، وهي جوي بتترجم لنا، على حسب العدد الموجود هيطلع ناس من الخدام المصريين والاجانب يساعدوك. قاد المصريين اللي موجودين ساعدونا، لو في حد طلع قدام مع الاجانب تعالوا ترجموا له. ربنا عايز يقابلك مقابله شخصيه النهارده، ربنا عايز يقابلك مقابله شخصيه. واحنا بنرنم اطلع قدام هتلاقي حد يصلي معاك، بس انت جاي بجد وانت واخد خطوات حقيقيه لقدام، انا رب عايز احط حد للموضوع ده ومش قادر وعايز مساعده منك، هتلاقي ربنا بيجي لك. أسيب كل حاجة وامشي وراك يا رب، لو هي دي صلاتك تعالى قدام. أموت هنا عشان أحيا، أسيب الكل وامشي وراك. أموت هنا عشان أحيا، ولع الكل أسيب الكل وامشي وراك. يسوع
ربنا طالبه، مش جيل ما بيعملش خطية، مش جيل مثالي، لكن طالب جيل حقيقي، طالب جيل يطلبه من كل قلبه، طالب جيل يقع ويقف، يقع ويقف ويقع ويقف ويمسك فيه للآخر، ويحط تحدياته بين إيديه، ويحط أوجاعه بين إيديه، ويحط خطيته ونجاسته وشهوته بين إيديه. يقول رب هي دي حياتي وهو ده سني، وأنا عندي شهوة بس بحطها بين إيدك، أنا عندي رغبات بس أحطها بين إيدك. ربنا مش طالب جيل مثالي، ربنا طالب جيل حقيقي. قول يا رب أنا عايز أكون حقيقي، لما أقع يا رب تكون أنت جزء من الحدث، تكون أنت موجود ترفعني تقومني تسند حياتي تسند قلبي. في مساحات هنا ممكن توسعوا البعض، لو حد عايز يجي قدام ممكن يجي هنا. هللويا هللويا. طلب الوحيد إنك تزيد، أكون في حضورك وأكون في حضورك كل الحياة، ارتاح معاك برتاح معاك، شوق فلوقك شوق فلوقك، اشتهى قلبي وفي كل دماء طلب الوحيد إنك تزيد، أكون في حضورك وأكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك، شوق فلوقك مشتهى قلبي وفي كل طلبي، أنت طلبي طلبي وأكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك، شوق فلوقك مشتهى قلبي وفي كل دماء القعدة معاك بتغير فيا كل حياتي تقع، كل قشور هي مش شخصيتي ومش ذات الحقيقية تقع، وانا طلب بتعلق بي والغالي يا رب احطه عند رجليك. هللويا عند رجليك مغمور هنا كل القشور قبل ما نصلي الترنيمة اللي بتقول اشفيني من كل ضعف فيا،
شفيني من الشهوة ومن الخطية. عايز أقول لك حاجتين أنا قلتهم بس أقولهم تاني. أكبر خبطة ليا اتخبطتها في حياتي لما عرفت ربنا وسلمته حياتي وبعد كده وقعت في الخطية، وقعت في العادة، ما كنتش طايق نفسي، تحس إيه ده؟ هو أنا عرفت ربنا ولا ما عرفتوش؟ وقت ورا التاني ورا التالت كل مرة كنت فاكر إيه ده أنا ما عرفتش ربنا عشان كده أنا وقعت في الخطية، لحد ما ربنا جه قال لي زي ما كنا بنسمع النهاردة، أنت ابني ودي هويتك، حتى وأنت بتغلط وأنت بترجع لي لازم ترجع لي كابني. لو إبليس النهاردة بيقول لك وبيقول لك أنت مش هتنفع، أنت هتفضل فاشل وكل شوية هتوع في الخطية إياها، كل شوية هتوع في العلاقة إياها، كل شوية هتقول هبطل السجاير ومش بتبطل السجاير، ربنا بيقول لك أنا جنبك وأنا حاسس بيك وأنا عايز أمشي السكة دي معاك. أرفض كل فشل بيرميه عليك إبليس، حتى لو أنت في قلب خطيتك دلوقتي وأنت واقف في محضره وحاس إنك مش مستاهل، محدش فينا يستاهل، لكن هو بنعمته يقدر يكون معاك في الرحلة ويبقى جزء من رحلتك، حتى الوقعات اللي فيها تروح له تقول له أنا وقعت بس أنا ابنك، أنا وقعت بس أنا بنتك، أنا غلطت بس أنا عارف إن أنا غالي عندك وجاي لك كبابا، سامحني وأنا عارف إنك هتسامحني وأنا عارف إنك هتغفر لي. الأمر مختلف، المنظور مختلف لما أقول له أنا وقعت بس أنا عارف إن أنا ابنك، غير لما إبليس يقول لي خلاص ربنا شطب اسمك من سفر الحياة عشان أنت وقعت، دي كدبة ما تصدقهاش ما تصدقهاش. الابن هيفضل ابن والبنت هتفضل بنت غالية عند قلب أبوها السماوي، ولو بابا الأرضي مش بيعمل معايا كده بابا السماوي مختلف، ده المشجع. لكن لما أقول له أنا وقعت بس أنا عارف إن أنا ابنك، ده يسب القلب ويغير الحياة ويغير السلوك ويغير المنظور ويغير كل حاجة. يلا ارفع قلبك وصلي الصلاة دي معي. انت بتقول له انا عارف ان انا ابن وان انا بنت، وانا جاي لك ترفعني معاك وتجلسني معاك في السماويات. Thank you.
حاجات غالية قوي قوي في حياتنا احنا مش عايزين نحطها عند رجلين ربنا. وجاي في دماغي قوي مشهد مريم ومرثا. مريم نزلت عند رجلين يسوع ما همهاش تضيفه، مع انه الطبيعي لو حد في بيتي انا هضيفه، مش هعرف اقعد معاه اكتر من انا عايزة اضيفه واكرمه في بيتي. بس مريم ما كانش هاممها كل ده، كان بس اللي فارق معاها تقعد عند رجليه وتجيب أغلى حاجة عندها عند رجلين يسوع. مش فارق معاها تعمل إيه بعد كده في الغالي، مش فارق معاها الناس هيقولوا عليها إيه، مش فارق معاها ولا حاجة غير إنه تقعد عند رجلين يسوع تكسر قارورة الطيب وتعملها بشعرها. يمكن الغالي دلوقتي عندنا، يمكن الغالي في حياتي علاقة، يمكن الغالي في حياتي حاجة بشربها، يمكن الغالي في حياتي حاجة بتفرج عليها ومش قادر اتنازل عنها وماسك بيها قافش فيها، لكن تعالى هحطها عند رجلين يسوع. يسوع هيغير المشهد بقى. لو انا مش قادر، لا يسوع اعلى من الخطية. انا مش بعرف، يسوع بيعرف. انا مش هعرف اعملها، يسوع بيعرف يعملها. محدش قال ان احنا هنعرف نعملها، يسوع هيغير. تعالى اكسر الغالي ده عند رجله وهو هيغير لك المشهد خالص. مش عارف اسيب العلاقه ديت، انا حياتي في العلاقه. يسوع هيعرف يطلقك، يسوع هيعرف يشفيك، يسوع هيعرف يغير المشهد. فكر في الغالي بتاعك وتعالى اكسره عند رجلين يسوع الوقت ده. بطيبي فوق شعرك هني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق شعرك هني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوقك لك كل حبي لك وحدك.
Oh,
المسيح تسبيح علوا الإله بنجمكم نادوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله يمشوا بصليب قولوا أمن قولوا أمن والجنة المشتم قولوا أمن والجنة المشتم وما فيش إلا الكفران ونور الإنجيل بيزيد في دول مسيح تسبيح علوا الإله زيدوا المسيح زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله إن غمتم كانوا الأبطال أبطالوا يمشوا بصليب قولوا غلب العدو وسلطان غالب غالب أعداؤه جلد اشهدته بدماؤه قولوا غالب غالب أعداؤه جلد اشهدته بدماؤه وميراثنا معاه بيزيد يزيد المسيح تسبيح علوا الإله تسبيح علوا الإله بنغمكم أبطال أبطال يمشوا بصليب لسه فاضل عدد لسه فاضل فيها عدد الترنيم الصراحة اسمه عيشوا فرح السماء أفراح أفراح وأنا بصراحة حاسس ربنا عايز يدينا فرح في ناس وسطينا حزينة ليها وقت طويل رب عايز يديك فرح بس احنا هنعمل في العدد ده حاجه كده مختلفه بنعملها مع الاطفال هنقول ايه وهتفنا عليه بس هنمد عليه دي قوي ونهتف ونصفر ونهتف على ابليس وبعد كده هنكمل نرنم تعالوا نجربها مع بعض عيشوا فرح السماء افرح افرح يلبس ابليس لبس منوح عيشوا فرح السماء افرح افرح يلبس ابليس لبس منوح بص هتفنا وهتفنا عيشوا فرح السماء أفرح أفرح يلبس إبليس عيشوا فرح السماء أفرح أفرح يلبس إبليس لبس النواح هتفنا وهتفنا عليه هتفنا عليه وهتفنا I'm
انت واقف معايا قبل ما نكمل قبل ما نختم الوقت، غمض عينك كده وارفع ايدك، ارفع ايدك معايا كده وقول انا بستقبل يا رب اللي في قلبك ليا دلوقتي، بستقبل الفرح اللي انت عايز تدهوني، بستقبل الحريه اللي انت عايز تدهاني، بستقبل السلام يا رب. يا رب ما يكونش مجرد هيصه وترانيم وخلاص، لكن حاجه حقيقيه تصنعها في وسطينا يا رب. قوله ملاني بالإيمان يا رب، اللي أصدق فيه إنك بتتدخل وبتحل يا رب أمور مش محلولة ليها سنين طويلة، بتفك الربط يا رب اللي مربوطين بها لينا سنين طويلة. تعال يا رب املأنا بيك يا رب. لو حابب كده ترفع إيدك وقوله أنا عايز فرح، أنا عايز سلام يا رب. تعال يا رب بأشوفك في حياتي يا رب، في ظروف مش راضيه تتحل. تعالوا نختم واحنا بنقول له عظيم يا الله، واحنا كده بنعليه في وسطينا. لو حابب انا نفسي نرفع ايدينا كده كلنا لو ونقول له انت عظيم، انت عظيم. هنا في كنيسه يا رب، في ناس بتحبك وجايه بتسبحك وترفعك. الرب في